أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين اتخذت خطوات استباقية في وقت مبكر لحفظ سلامة وصحة المواطنين والمقيمين في المملكة، تضمنت العديد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المشددة، مشيرا إلى أن ما تم تحقيقه مدعوم بوعي أبناء البحرين وتلاحمهم القوي في تجاوز مختلف التحديات وإصرارهم على تخطي كافة الصعاب بثبات من أجل بناء مستقبل أجمل للجميع، ترسيخا للنهج الذي اخترته حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. قال سموه إننا قد حققنا نتائج جيدة في احتواء ومنع انتشار الفيروس، وبفضل مختلف الجهود المخلصة أصبحنا مثالا يحتذى به ونموذجا تشيد به المنظمات الدولية في كيفية التعامل مع هذا التحدي، ويجب أن نكون مستعدين بشكل مسبق للمرحلة المقبلة بما يتماشى مع المستجدات العالمية، حيث أن نسبة تزايد الحالات القائمة حول العالم في ازدياد، مما قد يستوجب اتخاذ مزيد من القرارات أكثر صرامة في حال حدوث طفرة في عدد الحالات القائمة. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في مجلسه بقصر القضيبية عددا من أصحاب السمو والمعالي والسعادة كبار المسؤولين والوزراء وعددا من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، حيث نوه سموه بالتعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ومؤسسات القطاعين الخاص والأهلي بما يسهم في تعزيز جميع الجهود الوطنية نحو تحقيق أهدافها المنشودة. أشار سموه إلى أن العمل قائم لإطلاق حزمة اقتصادية لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة للحفاظ على النمو المستدام، ومؤكدا على أهمية تكثيف الاستعدادات للمرحلة المقبلة من خلال زيادة الوعي المجتمعي بمستجدات وتطورات فيروس كورونا وما يترتب عليها من مسؤولية مشتركة بين كافة أفراد المجتمع. من جانبهم أعرب أصحاب السمو المعالي والسعادة الحضور عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه سموه من حرص ومتابعة حثيثة لتعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لحفظ صحة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.